الآب والابن الروح القدس إله واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. إحنا شغالين في سلسلة قانون الإيمان، بس الحقيقة المرة اللي فاتت أخذت لما اتكلمنا عن العقيدة بتاعت المجيء المسيح الثاني والدينونة، واتكلمت شوية كده في الآخر عن يعني اللي عاوز بيفكر، اللي عاوز يخش يعني السماء لازم ياخد باله من شويه حاجات. بعدين جالي بعض الناس عملوا كومنت، يعني قالوا يعني ايه، يعني ما حدش هيخش السماء ولا ايه. فطبعا انا مش عاوز طبعا يكون ده الفكر او يكون ده اللي وصل للناس، ان الموضوع صعب قوي كده. فانا قلت النهارده بمناسبه ان احنا في صوم يونان او صوم نينوى، وقصه يونان يعني كلها قصه توبه، فقلت أتكلم معاكم النهاردة كده يعني مع بعضين، أندردش مع بعض كده عن السؤال اللي دايماً بيتسئل. ده سؤال الحقيقة كتير أنا بتسئله طبعاً، ويقول يعني هو أنا هخش السماء؟ طبعاً لما حد بيسأل السؤال ده معناه أن في مشكلة. يعني إيه في مشكلة؟ يعني هو حاسس أن موضوع السماء ده بعيد عنه، أو لأنه حاسس أنه هو بيغلط مثلاً، فممكن يكون أنه بسبب خطاياه. فبيقول طب وأنا ما أنا بغلط، وأنا لما بغلط هخش السماء طول ما أنا بغلط؟ أو خصوصاً لما حد بيبقى عنده خطية متكررة بحيث أنه يعني بيبقى موجودة في اعترافاته، نفس الخطية بتتكرر في اعترافاته، فبيقول هل ربنا هيقبلني؟ هل أنا هدخل السماء؟ ده كله سؤال بيدور حوالين المعنى ده. طبعاً موضوع التوبة أو حياة التوبة ده موضوع كبير، يعني مش هغطيه في نص ساعة يعني. لكن أنا هاخد الجزئية دي عشان نبقى إحنا ملمين، وبعد كده أسيب فرصة للكومنتس لو حد عاوز يعمل كومنتس أو يعني يزود أو يسأل سؤال يعني. أنا هسأل سؤال الأول، يعني نشترك في المقدمة كده مع بعض يعني. هو أنا السؤال بتاعي الأول هو ليه إحنا بنتوب؟ ليه فكرة التوبة دي فكرة مهمة يعني؟ فكرة التوبة دي ليه مهمة يعني؟ ممكن اللي عنده اللي عاوز يعني يشارك معنا يعني. إحنا ليه بنتوب أو ليه فكرة التوبة دي حاجة مهمة؟ ده السؤال بتاعي يعني قبل ما أنا يعني أخش شوية الموضوع. حد عنده إجابة؟ فكرة التوبة مهمة؟ ليه بنتوب؟ هل فكرة التوبة دي مهمة؟ تفضلي تاوناس. هو عشان استعداد يعني، لأن يعني مش عارفين في أي ساعة هيكون اليوم، فالتوبة من أجل الاستعداد. أوكي، حلو خالص. يعني عشان استعد للسماء يعني. كويس. دكتور إدوارد تفضل. وتسوون إن لم تتوبوا، إن لم تتوبوا فكلكم تهلكون. يبقى التوبة ضرورية قوي لدخول الأبدية أو ملكوت. حلو خالص. يبقى التوبة ضرورية يعني مهمة يعني. حاجة مهمة. كويس قوي. حد عنده إجابة تانية أو إضافة؟ وتسوون. سوزان حنة تفضلي. سوزان حنة تفضلي. هاي ابونا. تفضلي حبيبي، سامعك كده دلوقتي. تفضلي. ما كنت عارفه ادوس. انه حياه التوبه لما الانسان بيبعد، يعني بيبعد شويه ويسيب نفسه من غير التوبه، المحبه بتاعت ربنا بتفتر، ولما المحبه بتفتر بيدخل حزن وبيدخل كآبه، ولما تيجي التوبه يرجع تاني الحب ويرجع الفرح ويرجع السلام، ويبتدي نرجع للصوره اللي احنا عاوزين نكون فيها دايما، اللي هي صورة السيد المسيح. فحتى مش بس علشان بعد كده في السماء، وحتى في حياتنا على الأرض التوبة بتدي فرح وبتدي سلام وبتطرد الخوف من قلب الإنسان كمان. حلو أوي. Thank you. إيه تاني؟ أمجد جرجس تفضل. إذا رفع يتفضل.
هو بجانب طبعا الفوائد اللي اتقالت بتاعت التوبه او نتائج التوبه، هو السبب الرئيسي ان انا بعترف ان انا غلطت، بقول لربنا انا اخطات. اعتراف بالخطا ده بدايه الحل او العوده تاني لربنا، ان الواحد يقول له انا عايز ارجع لك تاني. ايوه حلو قوي، ثانك يو، برافو عليك. حلو، ايه تاني؟ مين رفع ايده؟ جيسين اتفضلي. هاي أتسابونا، هو كل اللي قالوه طبعا كلام جميل، يعني ما مش الواحد مش عايز يكرر، بس أنا اللي كان معنى اللي في دماغي إن التوبة هي تغيير مسار. المسيح هو الطريق والحق، هو الطريق المظبوط، هو الطريق الوحيد اللي بيوصل للسماء، وده المفروض الهدف. فالتوبة هي اللي كل ما الواحد بيحيد هي اللي بترجعني تاني على الطريق المظبوط، هي اللي بترجعني أبقى ماشي على الطريق صح. زي ما واحد سايق عربية ويجي ينحرف، فالتوبة هي الرادار اللي ترجعه تاني على الطريق اللي المفروض يوصله للسماء اللي هو المسيح. حلو خالص، شكرا يا تنفيذي. مايك انت رفع ايدك، تفضل مايك. عايز اقول انه بيموت المسيح على الصليب هو ادانا الغفران المستمر، مفيش غفران من غير توبة. فاذا كنت انا بسعى لوجود علاقة مع المسيح مستمرة واني استمتع بغفرانه المستمر اللا متناهي، لازم يكون عندي ايضا توبه، والتوبه دي مش مجرد لحظه او يوم او دقيقه، هي رحله كامله لحياتنا بنعيش لغايه ما نموت بنتوب عشان ناخد الغفران. حلو قوي، ثانك يا حبيبي، ربنا يعوضك يا مايك. اتفضل مين؟ وسيم اتفضل، رفع ايدك اتفضل. اتسابونا بالاضافه لكل الكلام اللي حد قالوه، الصلاة الربانية اللي ربنا أمرنا نصليها بنقول فيها ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. فإحنا عايشين في الأرض بنعيش أو بنجيب ملكوت الله في فترة وجودنا في الأرض، فلازم نكون في حياة توبة مستمرة عشان نستحق نكون الملكوت اللي هنطلعه في السماء إلى الأبد، نكون عايشينه من دلوقتي مش هننفع نعيشه واحنا مش في حالة توبة، مش في حالة نقاوة، مش في حالة عشرة مع المسيح. فطول ما احنا عايشين التوبة الضرورية يبقى احنا عايشين مع المسيح ملتصقين به، جايبين الملكوت اللي في السماء عايشينه في الأرض استعدادا لنطلع نعيش في الملكوت الأبدي لما نروح السماء. حلو خالص، ربنا يعوضك حسيس وسليم، ربنا يخليك. كل اللي رافعين ايديهم دول ينزلوا ايديهم بقى، عشان لو حد رفع ايديه بقى انا شايفه. يعني كل اللي رافع ايده ينزل ايده. ميراندا عايزه تقولي حاجه؟ هو انا عايزه اقول بس يا واتسابونا ان انا لما بغلط بحس ان الخطيه حجزاني عن اني اكلم ربنا، يعني ما بقف ما ببقاش قادره اكلم ربنا، لان حاسه ان انا في حاجه، يعني في حاجه مهزعه، يعني حجزاني على اني اتكلم زي ما انا كنت بتكلم الاول، بحس بتانيب الضمير. فانا عشان ابقى صافيه وانا بتكلم مع ربنا وحاسه ان الحديث بيني وبينه يعني متبادل، لازم بعترف بالخطيه عشان اصفي نفسي، بتديني نقاء وراحه نفسيه ان انا اقدر اقف قدام ربنا وانا صافي، ما يبقاش في مانع مني. ثانك يو ميراندا، حلو قوي حلو قوي. أنا مبسوط قوي، كل الكلام اللي أنت قلتوه ده كلام جميل جدا، وهو ده فعلا المعاني أو المعنى بتاع التوبة الحقيقية والنتائج. يعني أنت اتكلمتوا عن موضوع التوبة، أنا قلت لكم موضوع التوبة ده موضوع كبير يعني، فمش هينفع نخلصه كله النهاردة، بس أنا يعني أتليس كل واحد قال حاجة دلوقتي النهاردة هو عايش الحالة دي، هو ده اللي أنا يعني كل واحد فاهم دلوقتي. أنا بقى كان سؤالي، أنا يعني ها 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 همشي شوية كده برضو ونقف تاني. أنا كان سؤالي التوبة مهمة أو فكرة التوبة دي مهمة؟ أيوة مهم. سؤالي كده التوبة دي مهمة؟ أيوة مهم. مهم بقى عشان كل اللي انت قلتوه بقى ده، يعني كل اللي انت قلتوه ده صح، كل اللي انت قلتوه، بس التوبة مهمة. أنا كان الإجابة أيوة مهمة، وبعدين عشان اللي انت قلتوه ده كله صح. فالتوبة فعلا دي حياة بنعيشها. التوبة ما هياش كلمة، ما هياش تصرف، ما هياش مجرد يعني مرحلة في حياتي، فترة زمنية معينة. التوبة ده منهج حياة بنعيش فيه لغاية ما نوصل السماء، عشان يبقى واضح. يعني التوبة
منهج حياة بنعيش فيه لغاية ما نوصل السماء. عشان أنا سؤال اللي ابتديت بيه هو ينفع أنا أخش السماء؟ طبعاً إحنا نخش السماء طول ما أنا في إيه؟ في حالة التوبة. نتكلم بقى عن التوبة ونتائجها وإيه اللي حاصل واللي فيها اللي هي قصة حياتنا بقى دي. لكن التوبة هي اللي هتدخلني السماء. التوبة مهمة لأن هي اللي هتدخلني السماء. وزي ما حد قال مدام كمان يمكن قالت إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. I think دي الجملة اللي قالها المسيح. الآية اللي قالها المسيح في لوقا 13. لو مش هنتوب هنهلك. إذن لو أنا عايز أخش السماء يبقى لازم منهج حياتي هو التوبة. ماليش حل تاني. منهج حياتي هو التوبة عشان أخش السماء. آية لطيفة قوي بقى جت في أعمال 11-18. اللي منكم بيحضر درس كتاب مع أبونا مايكل أكيد تعرضتوا الآية دي. اللي هي ساعة ما كان بطرس بيقول كان عند كرنيليوس وبعد كده الإخوة قالوا له أنت ذات رحت أنت من أهل الختان تروح تأكل عندهم. فقال لهم يعني إذا كان الروح القدس حل عليهم أنا هطلع إيه بقى؟ فصدقوه وراحوا قالوا تعبير كده ظريف قالوا إذن أعطى الله الأمم أيضا التوبة للحياة. يعني هم لما قال لهم ربنا أرسل روح قدس عليهم أنا هعمل إيه؟ إذا كان ربنا اشتغل معهم زي ما اشتغل معانا فأدركوا على طول إن الأمم كمان ربنا ادهم التوبة. يقول إذ أعطى الله الأمم أيضا التوبة للحياة. لأن كان كرنيليوس إنسان حقيقي كويس وبيتوب بس كان ناقصه إيه بقى؟ الإيمان. هو ده بقى اللي أنا عايز أخش فيه هنا بقى. يعني إيه؟ يعني ال- 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 التوبة لوحديها مش كافية. يعني كرنيليوس كان ممكن نقول عليه ما كان ماشي كويس وكان بيعمل صدقات وكان أعماله كويسة وكان عايش في توبة. لا مش كافية هنا لأنه لا خلاص إلا بدم المسيح. إذن وزي ما تعلمنا في كل إيمان بقى الخلاص بدم المسيح. مش هنخش السماء إلا لما نبقى لازقين في المسيح. إزاي بقى؟ هي دي سكة الخلاص اللي هي الإيمان بدم المسيح، الإيمان بعمل المسيح الفدائي، المعمودية على اسم الثالوث القدوس، الميرون وسكن الروح القدس فينا، الإفخارستية أكل جسد دم المسيح، التوبة المستمرة. إذن التوبة هنا موجودة بس بناء على كل اللي فات ده. السماء موجودة، المسيح جه إدانا السماء كلنا، قال لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الإيه؟ الملكوت. فالتوبة هي المفتاح. ده تعبير بقى البابا شنودة الله ينيح نفسه بيقول إيه؟ التوبة هي المفتاح الذهبي الذي يفتح به باب الملكوت. وطبعا احنا شفنا اللص اليمين في آخر لحظة طبعا في حياته المسيح قال له النهاردة تكون معايا في الفردوس. فالتوبة هي المفتاح الذهبي، تعبير البابا شنودة يعني المفتاح الذهبي الذي يفتح به باب الملكوت. واحنا عندنا مثال حلو اللي في الصيام اللي احنا صايمينه، مثال اهل نينوى. هو مثال اهل نينوى ده ايه؟ التوبه دي فكره ربنا بيقبلها رغم ان دول كانواش يعرفوا ربنا، لكن هم لما امنوا باله يونان تابوا، ولما تابوا ربنا اداهم الحياه. ودي كانت بشرى للامم اللي هي الايه اللي قالوها في اعمال 11 لبطرس دي، قالوا له إذن أعطى الله الحياة التوبة للأمم عشان يحيوا في السماء. يعني اللي هيؤمن بالمسيح ويقدم توبة حقيقية هيبقى عايش في السماء، عنده الحياة السماوية. إذن التوبة لوحديها ما تكفيش، التوبة لوحديها ما تكفيش إلا الحاجات اللي أنا قلتها، الإيمان بالمسيح والروح القدس يحل علينا ومعمودية والكلام اللي أنا قلته. لكن إيه الحاجة لو كلنا مؤمنين بالمسيح وكلنا متعمدين وكلنا خدنا الميرون وكلنا بنتناول جسد ده من المسيح، ايه الحاجه اللي بتختلف بقى بين واحد والتاني؟ التوبه. هي دي الحاجه اللي بتختلف ما بين واحد والتاني. في ليه بقى؟ يعني في واحد فاهم يعني ايه توبه وعارف يعني ايه يقدم توبه واعتراف حقيقي وماشي في السكه دي عشان يوصل السماء. الفكره دي بقى في حد تاني بيقعد يلعب فيها في دماغنا، كلكم عارفينه طبعا، الشيطان. فكرة التوبة الشيطان دايما يحب يقعد يلعب فيها معانا، يلعب جيمز، يعني بيلعب جيمز معانا. ليه بقى؟ لأنه هو عارف ان كل مرة انا بتوب ربنا بيسامحني وعلاقتي بربنا بتقوى
وزي ما قالت مثلا ميراندا، بحس ان الحاجز اللي بيني وبين ربنا راح، فبقيت بحب ربنا. العلاقه بتتبني، العلاقه بتقوى. فاذا في واحد قاعد لنا مش عاوز يخلي الواحد يتوب، هي دي المشكله، دي الاشكاليه. يعني ليه؟ هو عاوز يقول لك ايه؟ انت خطاياك كتيره، انت مين انت عشان تخش السماء؟ انت فاكر نفسك ايه؟ انت بتقع في خطيه، ده في خطيه واحده معذباك طول عمرك، ده انت لغايه ما ياخدني في حاله من الياس والاستسلام. الياس والاستسلام. خلينا الاول قبل ما اكمل موضوع لعبه الشيطان دي او الجيم ده اللي ممكن يلعبه معانا، خليني الاول اتكلم في نقطه ثانيه بسرعه كده. يعني في نوعين من الخطاه، عشان بس اخش ازاي الشيطان بيقدر بيلعب معانا لعبه مش حلوه في موضوع التوبه دي. في نوعين من الخطاه، في خاطي او نوع من الخطاه اللي هم بيحبوا الخطيه وبيحبوا الشر، وهم اختاروا طريق الشر يعيشوا فيه. ده اللي قال عنهم الكتاب يتجرعون الاسم كالماء، يعني يشربوا الاسم كالماء. ده بنسميهم بقى يعني وصل درجة من الفجور يعني. فهو يستبيح الخطية وما عندوش أي تأنيب ضمير خالص للخطية، بل الخطية كانت تاخد مثلا يعني معاه يعرف يحط لها تبريرات وأعذار ويبقى يقننها كمان، يقنن الخطية. إذن الناس اللي بتبقى ماشية في السكة دي ماشية في طريق شر. ده دول مجموعة من الخطاة، وغالبا ما بيبقوش مقتنعين ان هم غلطانين، يعني هو مش معندوش القناعة ان هو غلطان. النوعية دي صعبة جدا والتعامل معهم يبقى صعب، اقناعهم يبقى صعب. وبالرغم من كده على فكرة ربنا برضو بيتعامل معاه، لان ربنا يريد ان الجميع يخلصون، بيبعت لهم فرصة مرة واثنين زيهم زي كل الناس، بيبعت لهم فرصة مرة واثنين وثلاثة. لكن لو هم اصروا على عدم التوبة خلاص يبقى طريقهم هيبقى معروف ومحتوم. ده نوع من الخطاء أو من الفجور، يعني نسميه فاجر. يعني في نوع تاني من الخطاء اللي هو ما بيحبش الخطية، مش راضي عن نفسه، هو تعبان، هو متضايق، هو رافض للخطية، هو عاوز يسيب الخطية، يمكن ما يكونش قادر بس هو بيكره الخطية. ممكن يقع في الخطية نتيجة حاجة من ثلاثة، يا إما عن ضعف، يا إما عن جهل، يا إما عن سهل. لكن هو مش مبسوط إنه يبقى عايق في الخطية دي. حقيقي ممكن يقوم ويقع، لكن هو يا إما هو مش عايز، يا إما مش عارف، أحيانا بيبقاش عارف يبتدي إزاي أو يقوم إزاي، أو مش قادر. يعني هو عايز بس مش قادر. وغالبيتنا هنبقى النوع ده. طب النوع ده ايه بقى؟ النوع ده بقى هو ده اللي بيشتغل علينا الشيطان، لان النوع الاولاني هو يعني مع الشيطان ماشي حلو فما فيش مشكله. لكن النوع الثاني من اللي هو اللي بتكلم عليه ده، هو ان احنا بنبقى يعني ساعات بقى هنا الشيطان يلعبنا اللعبه اللي انا قلت عليها، الجيم اللي انا قلت عليه ده، انه يعاوز يوقعنا في خطيه الياس، او يوقعنا في هوه الاحباط وفقدان الامل والاستسلام، وإن أنا مش نافع، وإن أنا مش هنفع، وأنا ما ينفعش أخش السماء. اللعبة دي هي دي اللي بيلعب عليها الشيطان. وأنا عاوز أكشف الخطة دي معاكم كده واحدة واحدة، عشان برضو نبقى إحنا واعيين للفكرة دي. هو الشيطان بيلعب على إيه؟ هو يشككني في محبة ربنا. هو ربنا هيقبلني؟ خصوصاً إمتى بقى يلعب في الحتة دي، التشكيك دي؟ خصوصا لو انا طلبت حاجه وربنا ما حققهاش ليا، فاحس هو ربنا مش سامعني، يبقى ربنا زعلان مني، يبقى انا اصلي مش نافع، يبقى انا مش هخش السماء، يبقى انا ربنا مش قابلني. شوف بيلعب على ايه؟ على يشككني في محبه ربنا، لان هو عارف انا لو رحت لحضن ربنا، ربنا على طول هيفتح حضنه على طول، هو عارف. فهو يشككني في الحته دي عشان ما اتوبش. او يلعب لعبة تاني، يلعب على مشاعري. يعني إيه على مشاعري؟ خصوصا لما يكون في سقوط متكرر في خطية محددة. يعني أنا في حاجة مسيطرة عليا وأنا مش قادر أتخلص منها، وليكن ما يكون خطية نجاسة، خطية إدمان،
خطية إدانة، خطية كذب، خطية محبة، أي حاجة، أي خطية، بس لأني كل ما بحاول أعترف بيها بقع تاني، ففي سقوط متكرر فيها، فيلعبني في الحتة دي، يلعبني يقول لي إيه، هو ربنا هيقبل توبتك، أنت خلاص ما أنت عمال تقع، ما تسيبك بقى من الكلام ده وخليك معايا. أو حاجة ثالثة يلعب عليها المدة الزمنية. يعني إيه المدة الزمنية؟ هو الشيطان عارف إنه لما بجاهد في خطية معينة أو في نقطة ضعف عندي وأنا عارفها كويس، وأنا ما مش يعني مش عارفها، ده أنا ممكن أكون عارفها ولأنها متكررة في اعترافاتي، فأنا واخد بالي كويس منها وعارفها، بس مع طول الوقت بجاهد فيها سنين، فبيحصل إيه بقى؟ مش عارف أتخلص منها، فطول الوقت الزمني ده يروح ملعبني في حتة بقى، في حتة الزمن، هو أنت خلاص ما أنت مش نافع، فيوقعني في اليأس وفقدان الأمل، مفيش فايدة مني، خليني بقى إيه، أنا عايش زي ما أنا وأكبر دماغي. يبقى أكتر حاجة بيحاربها الشيطان هي فكرة التوبة، لأن عارف إن التوبة هي اللي هتقربني من ربنا، هي اللي هتخليني أحس بمحبة ربنا، هي اللي هتخليني أخش السماء، هو ده الشغل اللي هو بيلعب فيه يعني. فبيقعد يقنعك إن مفيش فايدة منك وإنك أنت مش هينفع تخش السماء، فتكون النتيجة إنه حاجة من اتنين، يا يعني يا هتاخد الفكرة بتاعته دي وتعيش فيها وخلاص بقى، ويبقى خلص الموضوع على كده، ما كل بقى مفيش فرقة بقى، ما هي مش فرقة، أو أخد أقول له لأ، اذهب عني يا شيطان، أنا مش هستسلم، أنا هفضل إيه أجاهد. إذن لو أنا استسلمت للفكرة دي وهفضل بقى في اليأس والإحباط وفقدان الأمل والاستسلام، وبعدين هيبتدي أهرب بقى من أب اعترافي، بص ده إيه، الواحد يبتدي إيه، ما مش معقول هفضل كل ما أروح أعترف بنفس الخطية، فخلاص ممكن تكون عليها خطايا تانية، فيبقى إيه، هارب من أب اعترافي، دي بقى الإيه، هبتدي ألاحظ بقى إيه اللي يخليني أخد بالي، أبطل توبة، فكرة بقى يا رب سامحني وكلام ده مش بيأكل معايا، خلاص ما فيش تأنيب ضمير، هبتدي أوقف جهاد، أنا مش همشي بقى، أبونا قال لي أعمل إيه ولا ما أعملش إيه، مش ناقصة هي، أنا هعيش بمزاجي، أصوم وقت ما أصوم، مش أصوم خالص، أصلي مش عاوز أصلي، هبتدي بقى إيه، أخد جو تاني خالص، وتفضل الخطية تحاربني، أو يفضل أنا ببقى مستسلم وازداد سوءاً، لدرجة أن ممكن واحد يتعود بقى على حياة الخطية دي ويفقد الإحساس بوجود ربنا. إيه الحل؟ أنا حطيت المشكلة، إيه الحل؟ هقول شوية برضو نقط كده بسرعة، أنا هقول شوية أفكار يعني النهاردة، وبعد كده نشوف لو في أسئلة. إيه الحل؟ أول حاجة أنا هقول في 5 نقط. أول حاجة، مش هبطل جهاد ضد خطية، لازم أقول لنفسي كده، أقول لنفسي مش هبطل جهاد ضد الخطية. إن شاء الله تكون 10 سنين 20 سنة مش هبطل جهاد. إن شاء الله مش هبطل جهاد. يبقى أنا لازم أقنع ذهني وفكري وعقلي وكياني مش هبطل جهاد. مهما يحصل أنا واثق في إن ربنا فاتح إيده بيقبل الخطاة. هو عارفني، هو هيسامحني، هو هيقبلني. بولس الرسول بيقول لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية، إذن أنا لازم أجاهد ضد الخطية حتى الدم، حتى آخر نسمة في حياتي، يبقى جهادي هيفضل مستمر لغاية آخر نسمة في حياتي. تقول لي وده ربنا هياخدني مع السماء؟ أيوه طبعا 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 هياخدني السماء. واحد بيجاهد لغاية آخر لحظة ما لازم يخش السماء طبعا، زي ما بولس الرسول قال جاهدت الجهاد الحسن. الله يعني بولس ما كانش مطمن على ان هو بس بولس الرسول، لا هو كان بيجاهد برضه، يقول انا كنت بجاهد، ما هو اللي بيقول لنا تقاوموا حتى الدم مجاهدين ضد الخطيه، يعني هو كان بيقاوم نفسه، يقول كل ما اجي اعمل الخير الاقي الشر قدامي، اذا هو كان في حاله جهاد مستمر، قد يكون بينمو فيه، لان التوبه يقولوا عليها فضيله بتنمو برضه، يعني فيها نمو يتدرج الانسان فيها، على قد امانتك في جهادك بيحصل نمو في علاقتك مع ربنا، وبناء علاقة قوية مع ربنا هو ده اللي بيساعدك على إنك يعني تقدر تتوب وتقدر تنتصر على الخطية. جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، يقول وأخيرا وضع لي إكليل البر الذي يهب لي الله الديان في اليوم الأخير. يبقى نمرة واحد، هجاهد مش هبطل جهاد ضد الخطية، بس مش متكل على نفسي،
متكل على ربنا. الفكرة أن أنا هجاهد مش هبطل لأن ربنا بيقبلني، ومعتمد على ربنا مش معتمد على زكي. دي النقطة. النقطة الثانية، وأنا في جهادي لازم يكون عندي صفتين مهمين جدا. عندي إيمان بأن ربنا مش هيسيبني وهيساعدني وهيقبلني وهيغفر لي، وعندي رجاء فيه. إيمان ورجاء، الفضلتين دول مهمين جدا في جهادي. لو الاثنين دول اختفوا الشيطان هيروح راكب في دماغي كده ويخليني أبط. نمرة ثلاثة، عدم تأجيل التوبة وعدم الهروب من أب اعتراف ومداومة كشف الأفكار باستمرار. لو هعرف أنه هبتدي أنا أهرب من الاعتراف، اعرف أن الشيطان هيبتدي يضحك عليك وياخدك في سكة تاني على طول. زي المثل اللي دايما بقوله، الأنبا موسى الأسود نجح في جهاده الروحي بسبب إصراره على أنه يروح يكشف نفسه قدام أب اعتراف القديس إسيزوروس. راح في ليلة واحدة 11 مرة، في ليلة واحدة 11 مرة. ليه؟ عشان مصر أن يكشف الفكر، وأب اعتراف ما بيقولوش حاجة جديدة. هو كل مرة بيروح له يقول له معلش الله يحلك، روح أقعد في ليلتك وصلي بس، ما بيقولوش أكثر من كده. بس ده اللي خلاه ينتصر على الشيطان. النقطة الرابعة، ما نهتمش قوي ما تشغلش بالك بالفترة الزمنية أو المدة الزمنية اللي احنا بنحارب فيها، خصوصا لو في خطية معينة هي اللي مسيطرة عليا، عشان ما يلاقيش الشيطان صغرة يخشلي منها في حتة اليأس دي ويخليني أوقف جهادي أو أتعب أو أزهق أو أمل أو 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 أو. فلازم أبقى أنا ما ببصش على حقيقي. ممكن في خطايا ممكن واحد ينتصر عليها بسرعة، وفي خطايا ممكن تاخد وقت. فأيا كان، أفتكر الآية المعزية اللي جت في أشعياء 14:3، آية جميلة قوي، رد على الحتة بتاعت المدة الزمنية. يقول ويكون في يوم يريحك الرب من تعبك ومن انزعاجك ومن العبودية القاسية التي استعبدت بها. أيا كان طول المدة، أيا كانت نوع الخطية أو نوع الضعف اللي أنا واقع فيه، في يوم ربنا هيريحك من تعبك ده. لو أنا بجاهد بأمانة، لو أنا بجاهد معتمد على ربنا مش معتمد على ذاتي، لو أنا بجاهد وعندي إيمان ورجاء وثقة في ربنا، لو أنا بعمل كده يبقى فيه يوم، يكون في يوم، يكون في يوم. الآية بتقول كده، ويكون في يوم، ويكون في يوم يريحك الرب من تعبك ومن انزعاجك ومن العبودية القاسية التي استعبدت بها. لما أنا أعرف إن في يوم ربنا هينقذني، مش مهم بقى مش هفكر بقالي كم سنة بقى إيه بجاهد، في يوم ربنا، بس المهم أكون بعمل اللي قبل كده. خمس نقطة مهمة قوي برضو، إن لازم أفهم إن فكرة الجهاد الروحي هيبقى فيها يعني وقوع أو سقوط وقيام، يعني هقع وأقوم. ما هو هي فكرة الجهاد. الجهاد طبعا ده جهاد بنسميه ده يعني جهاد سلبي، طبعا الجهاد السلبي يعني اللي هو ان انا بقاوم خطيه او بقاوم ضعف فيا. طبعا الجهاد الايجابي ان انا كمان بجاهد كمان في ان اقتني فضيله حلوه واقعد اشتغل عليها عشان انميها عندي، زي فضيله المحبه الوداعه التواضع. ده محتاج جهاد برضه، محتاج جهاد. بس فكره الجهاد يروح ضد الخطيه اللي انا حاسس ان اللي ليها علاقه بالتوبه، ده الجهاد بنسميه جهاد سلبي. في جهاد سلبي وجهاد ايجابي. الجهاد الايجابي في اقتناء الفضيله، الجهاد السلبي في ان انا بجاهد ضد ضعفه معينه او خطيه معينه انا بقع فيها. فالجهاد يعني اكيد هقع واكيد لازم اقوم، بس لازم اقوم دي هي اهم حاجه، اني لو قررت الخطيه لازم اقوم منها، ما ينفعش افضل واقع فيها مستسلم واقول لا تشمتي بي عدوتي لاني ان سقطت اقوم وان جلست في الظلمه فالرب نور لي. يبقى سقوط وقيام، لكن أتعلم بقى من سقوطي، أتعلم من الاعترافات بتاعتي، أقدر أفهم ربنا بيمشي معايا إزاي، أقدر أعرف من أب اعترافي إيه التدريب اللي أقدر أعملها، حتى لو فيها تكرار مش هستسلم مش هزهق، هبتدي أتدرب على إني إزاي أتعامل مع نقطة الضعف اللي هي دايماً الشيطان بيخش لي بيها يوقعني في خطايا تانية. في نقطة كده ممكن أشتغل على نفسي شوية، أشتغل على فكرة الإرادة شوية، أشتغل على ضبط الحواس شوية لأنها مصادر للخطية. يعني
في حاجات ممكن الواحد يشتغل عليها، لكن الفكرة في الأساس أن أنا أجاهد مع اعتمادي على ربنا. يبقى السؤال لو إحنا هنسأله هو هل لي السماء حتى لو أنا بجاهد ضد الخطية؟ الإجابة دلوقتي عرفتها؟ طبعاً بدون شك طبعاً لي السماء طالما أنا بجاهد بأمانة. شكش أبداً في الحتة دي، وما نخليش الشيطان يضحك علينا، لا يوقعنا في اليأس والاستسلام وفقدان الأمل، ولا يوقعني في أن أنا مش أخش السماء، لا دي ولا دي. لازم أنا اللي منتبه، أنا منتبه. أيوة إحنا لينا السماء، ربنا عاوزنا يبقى معاه في السماء. محتاجة شوية جهاد وماله، أنا مش بجاهد وحدي، ربنا هيديني. أنا مش هشك أبدا في ربنا، أنا ابن ربنا، ربنا يسيبني ليه؟ ربنا بيحبني، ربنا مستنيني أتوب ومستعد يساعدني كمان في جهادي. ومجرد بس ما أطلب منه معونة أقول له يا رب أصرخ قدامه، أصرخ قدامه وأقول له يا رب أنا محتاج إنك تساعدني، عندي نقطة ضعف مغلباني. مش أنت قلت لا تشاء موت الخاطئ مستما يرجع ويحيى؟ يعني أنت عاوزني كده؟ زي ما قال أحد القديسين، قول كلنا يمكن يكون حافظينه ولا حاجة، إن ربنا مش هيسألك لماذا أخطأت، لكن هيسألك لماذا لم تتب؟ ما تبتش ليه؟ ما ربنا عارف إن عندي ضعف، يا هقع عن ضعف زي ما قلت، يا عن جهل، يا عن سهل، أيا كانت وقوعي، أيا كان. طيب بس ما تبتش ليه؟ ما كان عندك فرصة تتوب وتجاهد. فصدق في نفسك، اقبل نفسك بكل ضعفاتك، وابتدي جهاد وتوبة حقيقية، واثق في ربنا، معتمد عليه، طالب بصراخ معونة منه. ربنا مش ممكن يضيع تعب إنسان بيجاهد بأمانة وخلاص ضد الخطية. لو أنا مش مستهتر ولا أنا مستسلم، ربنا طول ما أنا بجاهد هيقف جنبي ومش هيسيبني أبدا. في نوعين، يمكن هكتفي يعني بالنقطة دي وبعد كده نسيب عشان الوقت. في نوعين من الناس في موضوع الجهاد والتوبة دي. في واحد مش عاوز يتوب، هو مش عاوز يتوب أو مش عاوز يتغير، لأن ده مش حاسس هو بالغلطان، هو مش غلطان، وأنا عجباني حياتي كده، وأنا ماشي كده، وأنا بحب كده، وأنا مبسوط كده. طبعا مش هنقدر نعمل له حاجة، يعني ده نصلي له بقى، مش هنقدر نعمل حاجة. لكن في نوع فعلا بيبقى عاوز يتوب لكن مش قادر، ده النوع ده بقى هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، إن ده اللي محتاج شوية تدريب، محتاج يعني يقوي الإرادة شوية، يشتغل على نفسه شوية. يعني السؤال بقى هو أنا عاوز أتوب أو أتغير؟ أنا عاوز، هو ده اللي هو المجموعة التانية بقول عليه، أنا ممكن أكون عاوز فعلا. فأنا عاوز، طب أنا عاوز ليه؟ طبعا جزء من الإجابات اللي أنت قلتوها، هو أنا عاوز ليه؟ عشان بحب ربنا. ممكن يبقى أنا لو عاوز أتغير أو عاوز أتوب أو الفكرة دي موجودة عندي عشان أنا بحب ربنا، عشان أنا بحب السماء، عشان أنا عاوز أبقى مع ربنا في السماء. شهوة الوجود مع ربنا دي موجودة عندي، بس الحقيقة في بعض الخطايا والضعفات بتعطلني شوية، ماشي، بس الهدف واضح، أنا عاوز بحب ربنا. إذن هو ده السؤال، أنا عاوز أتوب ليه؟ أنا ليه بروح أعترف بخطاياي ليه؟ عشان بحب ربنا. دي لازم تبقى واضحة في ذهني، أنا مش بتوب عشان غرض تاني، غرضي الأولاني لأني بحب ربنا، بحب معاه في السماء. وده اللي بيقودني إن أنا أسأل سؤال تاني بقى عليه بقى، هو إيه الدافع؟ إيه الدافع إن أنا عاوز أتخلص من خطية أو إن أتوب؟ خلوا بالكم أنا بسأل الدافع ده ليه؟ لأن أحياناً بيبقى الدافع، وده اللي بيعطلني في طريقة التوبة بتاعتي، الدافع إن أنا ببقى شكلي وحش قدام نفسي. خلوا بالكم الحتة دي، يعني الواحد ساعات يبقى منظري قدام نفسي وحش، متضايق، إزاي أنا أعمل كده؟ فبقى الدافع هنا أنا عاوز أروح أعترف عشان أنا مش قابل نفسي، مش عشان أنا بحب ربنا، لا، عشان أنا مش قابل نفسي، أنا مش حاسس إن أنا محترم في عين نفسي، مش حاسس إن أنا إنسان محترم في عين نفسي، مش راضي عن ذاتي، مش لأني كسرت عهد بيني وبين ربنا، مش لأني أنا بحب ربنا، بحب المسيح، بحب العشرة معاه،
مش عشان أنا عاوز أبني علاقة حلوة معاه من دلوقتي عشان أكمل معاه في السماء، مش دي الفكرة. اللي الفكرة أحيانا إزاي أنا أقع في الخطية دي، ويبقى الإنسان تعبان ومتضايق من نفسه، ومش عشان هو بيحب ربنا، لكن علشان إزاي هو يعمل كده. ودي هنا الخطورة برضو، دي مش برضو حتة محتاجة. لا أنا بتوب أو عايز أتغير عشان بحب ربنا. في ناس بتتوب الحقيقة، لو الحتة دي مش موجودة ساعات ربنا يبعتها. يعني إيه؟ يعني ساعات ناس تتوب نتيجة ربنا أظهر مواقف حب معها. يعني لو هي ما جاتش من عندي عشان أنا بحب ربنا، فساعات ربنا يعمل عمل حب معايا يخليني أتوب، أقول إيه ده، ربنا بيعمل كل ده وأنا ماشي في السكة دي، أنا لازم أتغير. زي مين؟ مشهور طبعا زكة، طبعا عشار طبعا على طول. ده واحد أساسا شاف ربنا إزاي بيحبه وبيحترمه. الناس كلها مش تحترمه، هو ربنا ده بيحترمه، يقول أنا جاي بيتك وأقعد معاك، قال له بس خلاص، أنا من إيدك دي لإيدك دي، أنا غلطان، أنا وحش، أنا شغلتي فيها كذا وكذا، أنا هصلح. دي الحتة بقى اللي أنت قلتوها، إن مصلح مصاري، أنا هصلح مصاري. التوبة فيها تغيير، أنا هغير. وكان عنده الإرادة القوية إنه يغير، وفي الحال وصمم وغير حياته. هنا بقى دي بقى اللي هو واحد هو مش عارف كان يحب ربنا، لكن ربنا مجرد ما أظهر له حب ولطف وطولة بال هو قدم توبة. في واحد تاني مختلف بقى شوية، لا هو بيحب ربنا عشان يقدم توبة، ولا حاسس بمحبة ربنا عشان يقدم توبة، لكن يجي بقى بإيه؟ بقرصة ود، يعني بعقوبة، بشدة، بمزلة، يبقى فيلم ربنا معاه شوية، يتحط في موقف صعب، يبقى يبتدي يقول إيه؟ يبقى أنا لازم أتوب. زي يونان مثلا، يعني مثال اللي احنا عايشين فيه، وزي أهل نينوى. ما هو يونان لما ترمى في جوف الحوت عرف ان هو غلطان. ده مش بس، ده من قبلها كمان حقيقة. لما العواصف قامت والامواج والناس قالوا له انت ايه حكايتك، قال لهم بصوا انا غلطان، انا عبراني وانا خايف من رب، خايف الله، يعني خايف الله دلوقتي، وكل اللي حصل ده كله بسببي انا. مين فينا يقدر يقول ان اي حاجه تحصل يكون انا السبب؟ ده اعترف اعتراف علني وقدام ناس ما يعرفوش ربنا اساسا. بس الشده او الموقف الصعب اللي اتحط فيه خليته ايه؟ انا كل ده بسببي، انا وحش، انا اللي غلطان، انا اللي فكرت ان انا بهرب من ربنا، انا اللي فكرت في نفسي اكتر من ربنا. كان صادق مع نفسه على فكره، وعشان كده ربنا فضل يشتغل معاه لغايه ما تاب. اهل نينوى برضو نفس الحكايه، قال لهم المدينه هتنقلب وتتحرق، قال لا لا لا. احنا هنقدم توبة. الجيل ده طبعا، لان نينوى بعد كده باظت يعني وفسد، بس الجيل بتاع أيام يونان كلهم طبعاً كانوا 120,000، عشان كده اتذكر الرقم بتاعهم 120,000. دول طبعاً يعني نتيجة الموقف ده تابوا، وربنا قبل توبتهم وربنا رحمهم فعلاً. الجيل ده لأن كلهم تابوا توبة حقيقية. ففي واحد يجي بالمحبة، في واحد يجي بحب ربنا بتعاملاته الحلوة مع ربنا، وفي واحد يجي شوية بقرصة ودن كده. عارفين زي مين برضو في العهد الجديد؟ خاطئ كورنثوس. بولس اتعامل معاه بنفس الطريقة دي. هو هيستهين بقى بربنا وراح عمل خطية فظيعة، طبعا جوز مرات باباه، وطبعا في الكنيسة الأولى ولسه بيأسس البولس كنيسة، قال لهم اعزلوا الخبيث من وسطكم، ده لازم يطلع برا ايه؟ برا الكنيسة. قرار على طول. الشدة دي خلته يفوق لنفسه ويقدم توبة، لدرجة الناس بعتوا البولس وقالوا له ايه؟ هو تاب وكده، قال لهم خلاص لو تاب اقبلوه تاني. احنا الغرض من الشدة دي انه يتوب. فساعات واحد بيحب ربنا فيتوب على طول، يبقى حساس لأي خطية، يبقى عنده حساسية جديدة لأي خطية، يبقى مش طايق، عاوز يقدم توبة بسرعة ويتغير لأنه بيحب ربنا، عاوز يبقى معاه في السماء. وفي واحد لما بيشوف محبة ربنا ليه وإحساناته عليه ومواقف الحلوة اللطيفة معاه فبيقدم توبة، يقول ما ينفعش بقى ربنا بيعمل معايا كده وانا ماشي في سكه غلط. او في واحد تاني، دي كلها النوعيات اللي هي، لكن النهايه، في النهايه كلنا عاوزين ايه؟ ربنا عاوز ان الجميع يخلصون، عاوز نعرف ربنا، نحن نبقى في علاقه قويه بيننا وبين ربنا عشان نتمتع بالوجود معاه في السماء، لان ربنا اللي بيحبنا الاول، وبالتالي انا بحبه،
فلو انا هلاقي اي حاجه تعمل حاجز بيني وبين ربنا، زي ما قالت يمكن ميراندا، حاجز بيني وبين ربنا، انا عايز اشيل الحاجز ده عشان تفضل العلاقه بيني وبين ربنا حلوه. فالتوبه هي كده، ان انا بكسر الحاجز اللي بيحصل خصومه بيني وبين ربنا، بيحصل فاصل بيني وبين ربنا، فانا بحب ربنا فانا عاوز اشيل ده ازاي؟ اشيله بالتوبه. طب حتى لو وقعت تاني، حتى واحد تاني برضه هشيله بالتوبه، ما هو لكن لو سبته بقى يفضل الحاجز ده يكبر 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 لغايه يا اما اقع في الياس والاستسلام، يا اما اسيب ربنا خالص. ربنا ما يسمحش لحد فينا يعمل كده. اذا عشان كده بنقول انه المفروض ان انا ابقى واخد بالي من نفسي. طب انا مش قادر اعمل ايه؟ طبعا الوقت معلش بقى كده انا هقول بسرعه. طيب انا مش قادر اعمل ايه؟ في بقى اول نقطه، لو انا مش قادر احب اقول خليك صادق مع نفسك. اول حاجه خليك صادق مع نفسك، زي يونان. يونان كان صادق مع نفسه جدا، وربنا كان عارف نقطه ضعف يونان، عشان كده ربنا اللي اختار يونان، وعارف انه عنده مشكله مع نفسه، لكن صادق كان مع نفسه يونان. في وقت ما هرب منه كان صادق، وقت ما اعترف بخطيئته كان صادق قدام البحاره، وهو في الجوف الحوت كان صادق، ولما اطاع ربنا تاني مره كان صادق برده مع نفسه، ولما حتى شاف ان ربنا رحمهم، هو عارف ربنا هيعمل كده، وربنا قال له انت زعلت يا يونان واتغصت، قال له ايوه اتغصت، ما يعني ما خباش على ربنا نقطه ضعف، هو الراجل كان امين مع ربنا، هيكذب عليه؟ ما هو ربنا عارف كل حاجه. ودي هي دي اللي بتساعدني على التوبه، ان ربنا عارفني، فانا هقف قدام ربنا هقول له ايه؟ بقول له يا رب ايوه انا عارف خطاياي دي ضعفه، اعمل ايه دلوقتي؟ ساعدني عشان اتخلص منها. وفعلا ربنا ساعد عشان يتخلص منها. اذا الصدق مع النفس هو ده اللي هيقودني للتوبه والتغيير. لو انا مش صادق مع نفسي مش عارف اتغير. لو انا هبقى عاوز اتجمل زي ما بيقولوا، طب انت تتجمل مره، طب وبعدين؟ ما هو ربنا عارف كل حاجه. طب ما اقف قدام ربنا وقول يا رب انت عارف ان انا ضعيف، انت عارف يا رب خطيه الطمع مسيطره عليا، خطيه نجاسه مسيطره عليا، خطيه محبه مال مسيطره عليا، خطيه كبرية مسيطره عليا، ايا كانت الخطيه اللي مسيطره عليا، اقول يا رب انت عارف، انت عارف يا رب في خطيه انا مش عارف اعمل ايه، ساعدني يا رب. اذا الصراخ الى الله مع صدق النفس ده هيساعدني ان انا ايه؟ اتغير. في حاجه تانية برضو بسرعه، في تقويه الاراده، ربنا بيقول لك انت تريد ان تبرأ، قول له ايوه عايز، قول له عايز. في الحاجه اللي تقوي ارادتي فكره، يعني موضوع الاصوام في الكنيسه بيقوي الاراده. الموضوع مش قضيه اكل، لكن قضيه تحكم في النفس، ازاي اتحكم في نفسي، اقدر اقول لا، اقدر احاول حتى بعد محاولاتي لو وقعت معلش بس قلت لا مره في مره، هيحصل نوع من تقويه الاراده بتاعتي. حاجات تانية مثلا الصراخ الى الله، الصراخ الى الله زي ما قال مار اسحاق سورياني، من كان يظن ان له طريقا اخر للتوبه غير الصلاه مخدوع من الشياطين. اذا الصراخ الى الله وطلب المعونه والرحم وكشف كل الضعفات قدامي، ربنا هيساعدني مش هيسيبني. نقطه ثالثه، عدم تبرير الخطيه. عشان اقدر يعني اعيش حياه توبه حقيقيه واقدر اتغير فعلا، ما اقعدش ابرر الخطيه، اصل انا عملت دي عشان اصل فلان، اصل علان، انا اللي غلطت، انا مش هبرر، لا هبرر نفسي ولا هبرر ان الخطيه دي عملتها عشان. عارفين الايه بتاعت رؤيا 3 اللي هو ليتك كنت باردا ولا حارا لكنك ليتك كنت باردا او حارا لكنك فاترا، انا مزمع ان اتقيأك من فمي. هو باردا يعني انا واحد عارف انه خاطئ، فبيقف قدام ربنا بيصرخ ليه يقول يا رب انا عاوز معونه منك انا خاطئ. واحد بقى حار يعني بقى الناس اللي بتنمو في حياته القداسه بقى، يبقى ايه؟ ما يستحملش الشر، ما يستحملش، اول لو جت كده على طول لازم يعمل حاجه ويجاهد بعدها ويتوب بسرعه. الفاتر هو ده المشكله، اللي هو شايف نفسه ان هو كويس، ان هو كويس مش بيعمل خطايا كبيره. يعني ايه؟ يعني يقول لك انا لا مدمن ولا بزني ولا بسرق ولا بقتل، انا كويس يعني. لا، ما هو برده في خطايا ثانيه ممكن تبقى برده ما تدخلش السما برده، ما لو ما تبتش عنها مش هتخش السما، انت لازم تجاهد بالظهر. اخر نقطه اختم بيها الصبر، الخمسه، النقطه الخامسه يمكن، الصبر والجهاد المتواصل بدون ملل. لازم ابتدي يكون عندي قدره على الصبر وعدم الملل والزهق، لازم اكون عندي متواصل، لان الخطيه اللي ممكن الواحد يمر بيها، اي نقطه ضعف بيقولوا بتمر بثلاث مراحل. في رضا بالخطيه، الواحد بيبقى راضي احيانا يعني واقع بارادتي يعني،
او رافض للخطيه. المرحله اللي بعديها انا ببتدي ارفض ده، مواظبتي على التوبه بتعمل معايا كده، بتخليني حتى لو كنت راضي في الاول لكن مع استمرار التوبه والجهاد بوصل لرفض الخطيه. انا مش عاوز كده حقيقي، ممكن اكون بقى على نتيجه ضعف لكن انا مش عاوز، انا رافض، وبعد كده بوصل لكره الخطيه. كراهيه الخطيه دي اهم حاجه، لان دي اللي بتخليني ابني علاقه جيده. طبعا الفكره مش كلها ان انا اترك الخطيه ولسه محبتها في قلبي برضه، لا، لانه مش كل ترك الخطيه بيبقى صح برضه توبه، لان ممكن ابطل الخطيه لان الاسباب، ممكن اكون خايف، اكون خجلان، ممكن اكون مش عارف، بيكون عاجز، لكن لو جاتني فرصه هغلط. فبرضه مش كل ترك للخطيه هو توبه، لكن التوبه هي ممكن امر بالمراحل دي، ساعات ببقى راضي بيها، بعد كده مع التوبه والاستمراريه ارفضها، وبعد كده اوصل لكراهيه الخطيه واستبدالها بمحبه ربنا، ابني علاقه، لان هو ده الهدف، هدف التوبه ان ابني علاقه قويه مع ربنا هتؤهلني للدخول للسماء. انا مش عايز اطول عن كده، معلش الكلمه طولت مني، انا اسف يعني. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد آمين. ربنا يدينا كلنا إن إحنا نكون مستعدين للسماء كلنا، وما مش الشيطان ما يضحكش علينا في أي لحظة من لحظات حياتنا أبدا مهما كانت ضعفتنا. ربنا يسندنا كلنا بنعمته ويقوينا كلنا. بسم الله والابن روح القدس الآن واحد آمين. أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطينا سلامك، كرر لنا سلامك، اغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والبركة والعزة الأبد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين كل الشكر يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا ذنوبنا، لكن نجينا من الشرير بالمسيح صلى ربنا لكم ملك والكون. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وعطية وموهبة روح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.